المشكلة شو اسمها الشحنات صار ما تحلون. حلو، كيف راح تدخل الشاحن دقيقة؟ أنا أقول لك الزحمة من الناس نفسها ترى. ما في كثير ناس قريبة. هذا شيء أصلا من واحد من هون يمكن كان فوق صح؟ هل هذا يطلع؟ لا ما أعرف، أتوقع أقول أتطلع أطلع. اسمع للناس عاد 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 هذا عاد عاد بسرعة كبيرة. يعني إذا قريبين قريبين وراح نطلع الحين أخيرا. أبوي؟ والله أبوكنا عطلونا. اي والله انا تعرف من الساعة كم؟ الساعة 2 طالعين. تدري الساعة كم الحين؟ 3. Ah!
خلنا افتح المشكلة شو اسمها الشحنات طول ما تحلون حلوة كيف راح تدخل الشاحن دقيقة انا اقول لك الزحمة من الناس نفسها ترى ما في كثير ناس قريبة بينك هذا شيء أصعب من واحد مو ممكن تتوقع صح؟ هل هذا يطلع؟ لا ما أعرف أنت واحد أتطلع أطلع رعد 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 هذا رعد 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 حط نص الطريق بسرعة كبيرة. قريبين قريبين وراح نطلع الحين أخيرا أبوي والله أبوك ما عطلونا إي والله أنا تعرف من الساعة كم؟ الساعة 2 طالعين تدري الساعة كم الحين؟ 3 Ha 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 ha
المشكلة شو اسمها الشحنات طول ما تحلون حلوة. كيف راح تدخل الشاحن دقيقة؟ أنا أقولك الزحمة من الناس نفسها ترى. ما في كثير ناس غريبة دينا. هل شيء يصير من بحث مو ممكن صح؟ هل هذا يطلع؟ لا ما أعرف، أتوحد ولا تطلع.